في ظل هذا اليوم عايز استأذنكم ان احنا نروح لزميلتنا هبة حسين من العاصمة الإدارية وتقول لنا كده يعني تلخيص ملخص للي حصل النهاردة على مدار اليوم وحكاية وطن. برحب بكم مشاهدينا الكرام في متابعة حية لحكاية وطن، هذا المؤتمر الذي استمر على مدار 3 أيام بحضور وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم، هي الحكاية التي ستظل تروى بنجاحات وإنجازات وعزيمة من الشعب المصري. هذه هي الملحمة التاريخية التي تحدث عنها السيد الرئيس في إرادة واضحة للشعب المصري من أجل تحقيق المستقبل الأفضل. ملحمة من أجل الإنجاز، من أجل التغلب على كافة التحديات والأزمات. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عدد من الجلسات التي شارك سيادته فيها بالاستماع وبالمشاركة والتعقيب من خلال أرقام وكشوفات للحسابات تقدم من خلال الحقائب الوزارية المختلفة لحصاد 9 سنوات ماضية ما بين الرؤية والإنجاز لما هو قادم، تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل شفافية ومصداقية بالأرقام والحقائق والنسب كي يعرف الشعب المصري أين يقف وما هو المستقبل. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن مباشرة ترشح سيادته لفترة رئاسة جديدة لرئاسة الجمهورية، واستجاب لجموع وحشود المواطنين التي جابت الميادين والشوارع المختلفة هذه الليلة تحديدا، مطالبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة. إذن هي الإرادة والعزيمة المستمرة من الشعب المصري، القدرة على التغلب على الأزمات مهما كانت العثرات التي يواجهها، سواء كانت عثرات اقتصادية، ضغوط بشكل أو بآخر من خلال هذه الأزمات الاقتصادية التي فرضت على مصر كدولة من دول العالم التي عانت من ضغوطات في أزمات عالمية، سواء في كوفيد، في أزمة روسية أوكرانية ما زالت مستمرة، لكن كل هذه الأمور لم تسني ولن تسني الشعب المصري عن الإنجاز والإرادة الواضحة. وبالطبع قضية الوعي التي يحرص عليها دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوسائل الإعلام المختلفة التي يجب أن تقوم بدورها في إنماء هذا الوعي وبين كل من يقع بين يده جزء من المسؤولية في طرح الأرقام والشفافية الكاملة والمصداقية في عرض الحقائق، أين كنا وماذا وكيف أصبحنا وعلى ما سنكون عليه في الغد بإذن الله من أجل بناء الجمهورية الجديدة. إذن نحن نتحدث عن حكاية وطن، حكاية تروى على لسان أبنائه بكافة طوائفه المختلفة، بمشاركة سياسيه، بمشاركة شبابه، بمشاركة المرأة المصرية. أحاديث امتدت على مدار 3 أيام وتوجت بهذا الخبر الذي أعلن عنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستجابة لرغبة المصريين بالترشح لفترة رئاسية جديدة. إليك يوسف مرة أخرى. شكرا جدا يا هبة، كل الشكر. ويمكن ده كان ملخص سريع لحكاية وطن على مدار هذا اليوم.